اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد نخله. ازيك كابتن احمد؟ اهلا بيك كابتن اسلام، يا رب يخليك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا اللي سعيد جدا بوجودي معاك ومتشرف بوجودي معاك وفي قناه النادي الاهلي وبرنامج البيت الكبير، ودايما يا رب كده النادي الاهلي مجمعنا على خير ان شاء الله. ربنا يخليك. طيب كابتن احمد، خليني ابدا معاك على طول بما حدث امس من مباراه النادي الاهلي ضد اتحاد المنستيري. البعض شايف ان هي تجربه جيده او تجربه رسميه، اول اولى تجارب المارسيل كولر الرسميه، تجربه جيده وبالتالي ننتظر ما هو قادم. طبعا بنقول مبروك، طبعا مباراه خارج ملعبنا، الفريق الاتحاد المنستيري فريق قوي. تمام، قبل كده يا اسلام الفتره اللي فاتت كنا اخر 10 سنين لو تفتكر، ايوه، كنا بنلعب فرق من تنزانيا، فرقه من نيجر، فرقه من تشاد. تمام، صحيح. لكن ان احنا نلاعب فريق بقوه الاتحاد المنستيري اللي ترتيبه المركز الثاني في الدوري التونسي، وطبعا انت عارف الدوري التونسي دوري قوي، يعني صحيح لما نيجي نتكلم على الدوري التونسي اقوى اربع فرق. صحيح. بتتكلم على الترجي رقم واحد دلوقتي متسيد ما شاء الله في تونس، بتتكلم على الصفاقسي، بتتكلم على الافريقي، بتتكلم على النجم الساحلي. لما يظهر فريق زي الاتحاد المنستيري ويوصل يفنش ثاني دوري، ده يدل على ان الفرقه دي فرقه كويسه جدا. مش عاوزين نقلل من قيمه الاتحاد المنستيري، لان في ناس كتير جدا بتتكلم ده فريق ضعيف، ده فريق قليل. بالعكس، فريق كويس اللي يوصل للمرحله دي كابتن اسلام. انا في هذه النقطه برضو طبعا انا شايف ان هو فريق كويس وفريق مستقر وكل حاجه، ولكن انا الحقيقه اللي يفرق معايا هو شكل واداء النادي الاهلي اكتر من اي شيء تاني. حضرتك كنجم كبير ولاعيب كره ولعبت على مستويات كبيره جدا ومنتخب مصر، تقدر تشوف وتقول انه اللي حصل امبارح ده شيء عادي وشيء طبيعي ان انت تكسب مهما كان قوه الفريق، وجهه نظري طبعا. مهما كان قوه الفريق وكل حاجه، ولكن في النهايه الوقفه في الملعب جيده، الدنيا اللعيبه واقفه كويس، الدنيا مظبوطه، الباس مظبوط كويس، الهدوء موجود. اتكلم على مستر كولر. اول حاجه اتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا، لعب بشخصيه النادي الاهلي. تمام، لو تشوف حتى طريقه اللعب 4 2 3 1 واسلوب اللعب كمان، تحس ان هو اللعب هجومي. اعتقد ان هو حتى الفرقه كمان كان فيها تنظيم كويس جدا جدا يا كابتن اسلام، من بدايه المباراه في بناء من الخلف وبنحضر بشكل كويس ومسيطرين على الجيم. لا، النادي الاهلي شكله اتغير للامانه، يعني صحيح. اعتقد في تغيير وباين بقى لنا فتره كبيره، وكمان توقيت المباراه كمان، يعني خارج ملعبك ومباراه رسميه ومباراه برضو المفروض انها مؤثره، في مكاسب كتيره جدا يا كابتن اسلام. اولها رجوع الناس، رجوع اكرم ده مكسب كبير جدا جدا. تمام، اتكلم على بورنو سافيو، طبعا لعيب مميز ولعيب مؤثر بصراحه، يعني برضو ظهر بشكل كويس. اتكلم على برضو امبارح انا فاجئت وكتير جدا جدا برضو ان محمود المتولي موجود في التشكيله الاساسي، وده برضو صحيح. شيء بيقول ان الراجل بيشوف اللي عنده اداء واللي شايف ان هو بيأدي بشكل كويس هيديله، ودي حاجه كويسه جدا. برضو شفنا برضو شادي حسين من بدايه اداله، فدي برضو خطوه كويسه جدا. شادي برضو من اللعيبه اللي عمل موسم يا اسلام ممتاز جدا جدا مع سيراميكا. بالظبط كده، عمل موسم رائع. أوكي. بصراحه اتمنى ان هو، يعني مش الطموح بس ان انا اوصل، ان انا اوصل النادي الاهلي، اتمنى الطموح ان هو يركز يحط رجله في ال11 لعيب اللي جوه الملعب يا كابتن اسلام.